The Assembly will hear an address by His Highness Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, Prime Minister of the State of Kuwait. May I request protocol to escort His Excellency. I have great pleasure in welcoming His Highness Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, Prime Minister of the State of Kuwait, and I invite him to address the General Assembly. Shukran, Sayyid Rais. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ma'ali Sayyid Abdullah Shahid, Rais al-Jam'iyya al-Amma lil-Umam al-Muttahida. Ma'ali Sayyid Antonio Guterres, Al-Amin al-Am lil-Umam al-Muttahida. أصحاب السمو والفخامة والمعالي رؤساء الوفود السيدات والسادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي بداية أن أتقدم بالتهنئة لشخصكم الكريم ولجمهورية المالديف الصديقة لانتخابكم رئيسا للدورة 76 للجمعية العامة مؤكدا لكم دعمنا الكامل لكل ما من شأنه تسهيل مهام أعمالكم وأود كذلك في هذه المناسبة أن أعرب عن خالص الامتنان للجهود المقدرة التي بذلها سلفكم سعادة فولكان بوسكير أبانة توليه مهام رئاسة الدورة السابقة ولا يفوتني في هذا المقام تقديم التهنئة لمعالي السيد أنتونيو غوتيريش لإعادة انتخابه أميناً عاماً للأمم المتحدة والذي أتى اعترافاً بجهوده المشهودة في قيادة هذه المنظمة العريقة خلال فترة ولايته الأولى والتي شهدت سنتها الأخيرة تحدياً تشعب في أبعاده وتعمق في حجم أخطاره واستفحل بغلو في إلحاق الخسائر بالأرواح والأرباح معنوية كانت أو مادية سيد الرئيس ما زال عالمنا يصطبق بألوان الحداد الذي خطتها جائحة كوفيد-19 هذا الوباء ذي الطابع العالمي الذي اتصف بالقدرة التدميرية في إحداث الضرر وانتفاء الانتقائية في حصد أرواح البشر وفارضاً لموجات متكررة من الهيمنة الطارئة التي أحدثت اهتزازات متوالية مست بالصميم أنماط الحياة الحديثة بمختلف مناحيها الإنسانية والسياسية والاقتصادية والبيئية فبمرور عابر على الأرقام والإحصائيات الدولية المسجلة سنلحظ حجم الندوب التي ستبقى حاضرة ولمدة طويلة في وجدان الضمير العالمي فمن أعداد الضحايا والذي تجاوز أكثر من 4.7 مليون نسمة ومن الإصابات المسجلة لأكثر من 231 مليون حالة مؤكدة وما حملته من أعباء لا تطاق وقعت على كاهل القطاعات الصحية والعاملين فيها والذين يستحقون منا وقفة إجلال وتقدير على صمودهم في خط الدفاع الأول رغم الأهوال التي هددت بانهيار العديد من المنظومات الصحية حول العالم إضافة إلى تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي بسبب تعثر خطوط الإمدادات والذي أتى كنتيجة متوقعة للإنكماش والركود الاقتصادي الحاد الذي لم يواجهه العالم منذ أكثر من 90 عاماً وتدني الخدمات التي تقدمها القطاعات التعليمية وبشكل خاص في الدول النامية والأقل نمواً وبصورة باتت تهدد أكثر من أي وقت مضى بتراجع المكاسب المحققة وبشطب الإنجازات المسجلة لأهداف التنمية المستدامة سيد الرئيس إن المتتبع لوقائع التاريخ سيجد أن الأوبئة رغم جسامة آثارها لعبت أدواراً مفصلية باعتبارها محفزاً رئيسياً للتغيير وإعادة البناء نحو الأفضل على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومن هذا المنطلق فقد كانت جائحة كوفيد-19 بمثابة مرآة للعالم عكست خلالها أوجه الضعف وأظهرت مواطن الخلل والتي تجلت في مظاهر مزمنة عدة منها ارتفاع معدلات الجوع والفقر
طول أمد النزاعات، التطور غير المنضبط للتكنولوجيا الحديثة وتداعياته على الأمن السيبراني، تفشي آفة الإرهاب، استفحال ظاهرة التباين والتفاوت البنيوي والهيكلي بين الدول، والذي أسهم في اتساع الفجوات بينها. كل هذه التحديات وأكثر وضعت العمل الدولي المتعدد الأطراف أمام محك يتسم بالمصيرية بين قابلية الاستمرار أو الجمود والانحسار. ولعل من أهم الانعكاسات الإيجابية للتغيير والتي عمدت الجائحة على أبرازها تمثلت في ظهور أنماط حديثة من الإبداع والابتكار والتكيف، ساهمت في خلق استجابات سريعة وأشكال متقدمة للتعاون داخل المجتمعات ذاتها أو فيما بين الدول، إضافة للطفرة العلمية البحثية التي تجسدت في السباق نحو دحر الوباء عبر إنتاج اللقاحات المتعددة، والتي أثبتت فعاليتها على إحداث التحصيل المطلوب من الناحية التطبيقية بنسب مشجعة. إلا أن الرهان على قدرة المجتمع الدولي في الاستغلال الأمثل لهذه الأزمة لإحداث التحول للأفضل لعالمنا يكمن في السعي الجاد لضمان تحقيق التعافي المستند على أسس منصفة ومستدامة لا يتخلف فيها أحد عن الركب. سيد الرئيس، إن الوصول إلى مبتغى التعافي يتطلب البدء بخطوات عدة، من أهمها إيلاء الاستثمار في البنى التحتية للبيانات والمعلومات أولوية حاسمة، ذلك لأن توافر الأدلة المستندة على التقنية الرقمية سيسهم في تحسين عمليات اتخاذ القرار للبرامج والسياسات الهادفة إلى تعبئة الموارد وإعادة البناء بعد تجاوز الأزمة في سبيل حماية المجتمعات من أزمات مستقبلية مماثلة. إلا أن الخطورة الأبرز والأكثر إلحاحاً تكمن في إيجاد وتيرة توزيع عالمي عادل وآمن لكل الدول للحصول على اللقاحات للوصول إلى مستويات التحصين الشاملة. وفي هذا السياق فقد حققت دولة الكويت إحدى أعلى النسب العالمية المسجلة في توفير اللقاحات، وذلك بنسبة وصلت إلى 72% للمواطنين والمقيمين على حد السواء، وكذلك القدرة في الحفاظ على منظومتها الصحية من التداعي. وتواصل بلادي تدعيم الجهود الدولية لمكافحة وباء كوفيد-19، حيث بلغ إجمالي مساهماتها حوالي 327 مليون و400 ألف دولار، كان آخرها تقديم مبلغ 40 مليون دولار لتحالف جافي ومبادرة منشأة كوفاكس، وذلك سعياً منها لتعزيز الأمن الصحي العالمي وتحصينه. سيد الرئيس، ما زالت القضية الفلسطينية تشغل المكانة المركزية والمحورية في عالمينا العربي والإسلامي، وسيظل التوتر وعدم الاستقرار سائداً في منطقتنا ما لم ينل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه السياسية المشروعة، وتتوقف إسرائيل سلطة الاحتلال عن ممارساتها وانتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي المتمثلة في بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وإغلاق المناطق واستمرار فرض الحصار على غزة وتدنيسها لحرمة الأماكن المقدسة، مؤكدين على أهمية مواصلة بذل الجهود من أجل إعادة المفاوضات ضمن جدول زمني محدد للوصول إلى السلام العادل والشامل وفق مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل 4 يونيو 1967، وعودة اللاجئين مشيدين في ذات الوقت بالأدوار التاريخية لوكالة الأونروا عبر تقديمها المساعدات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدين على أهمية استمرار تقديم الدعم لأعمالها. سيد الرئيس، إن استمرار الأزمة السورية والتي دخلت سنتها 11 بكل ما تحمله من آلام إنسانية للمواطن السوري في الداخل والخارج ظل شاهداً على أن غياب الإجماع والإرادة الدولية من جهة والتدخلات الخارجية من جهة أخرى كان السبب الرئيسي في إطالة أمد هذا النزاع الدامي،
ومن هنا نجدد قناعتنا الثابتة بعدم وجود حل عسكري لها، وكذلك على أهمية العمل للتوصل إلى تسوية سياسية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2254، وبما يحقق ويلبي تطلعات وطموحات الشعب السوري الشقيق. سيد الرئيس، ارتبط استمرار الأزمة في اليمن الشقيق وما تحمله من تهديدات متزايدة وخطيرة للأمن والاستقرار الإقليمي بالواقع المرصود حول كيفية التعاطي مع قرارات ومخرجات مجلس الأمن ذات الصلة. ومن هنا نجدد موقفنا الراسخ بأن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو الحل السياسي المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2216. مجددين دعمنا للمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، مرحبين بذات الوقت بالأدوار البناءة التي قامت بها المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل تفعيل تنفيذ اتفاق الرياض، وكذلك على مبادرتها للسلام في اليمن. مجددين بالوقت ذاته إدانتنا لكافة الاعتداءات والهجمات التي تعرضت لها الأراضي السعودية، ومؤكدين دعمنا لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها. سيد الرئيس، شكل توصل منطقة الحوار السياسي الليبي مطلع العام إلى انتخاب رئيس المجلس الرئاسي ونوابه، وكذلك رئيس مجلس الوزراء، علامة مضيئة حول قدرة المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة على إحداث نقلة نوعية على طريق السلام الوعر، والذي زاد من منزلقاته شيوع حالة الانقسام المؤسسي الحاد منذ أكثر من 7 سنوات، والتي تفاقمت مؤشراتها الخطيرة على أمن واستقرار البلاد ودول المنطقة. مجددين دعوتنا للأشقاء الليبيين بضرورة تغليب المصالح العليا للبلاد، وكذلك الحلول السلمية القائمة النابذة للعنف، وبضرورة الالتزام بمخرجات المؤتمرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضمن الانتهاء من كافة الترتيبات المطلوبة لعقد الانتخابات العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021، معربين عن تطلعنا أن تؤدي تلك الجهود إلى التوصل إلى تدابير ضامنة لأمن واستقرار ووحدة ليبيا وتلبي تطلعات شعبها الشقيق. سيد الرئيس، لعبت التداعيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية جراء تفشي الجائحة في شيوع حالة من الانكفاء العالمي، وبصورة عمدت الجماعات الإرهابية والمتطرفة على استغلالها في المناطق المنكوبة بالصراعات أو تلك التي تعاني من الهشاشة الأمنية، حيث أن ما عانته منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص من تنامي العمليات التخريبية للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، كان سبباً رئيسياً لتكثيف الجهود لمحاربة هذا الخطر الحقيقي بجميع أشكاله وصوره، والعمل على تجفيف منابعه والقضاء على مصادر تمويله، والعمل على تفعيل الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب. وفي ظل ما تشهده عدة دول في منطقتنا من تنامي هذا الخطر المدمر في كل من اليمن، ليبيا، سوريا، الصومال، العراق، فلقد راقب المجتمع الدولي وباهتمام بالغ التطورات الدقيقة التي شهدتها أفغانستان مؤخراً. وفي هذا الصدد ندعو حركة طالبان وكافة الأطراف إلى ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس حقناً للدماء، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، والتقيد بالالتزامات والقوانين الدولية، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد وحقوق ومكتسبات الشعب الأفغاني الصديق. وعلى ذات الصعيد الإقليمي، ومن المنطلقات المبدئية المتصلة بترسيخ قواعد حسن الجوار والواردة في ميثاق الأمم المتحدة، فإننا نجدد الدعوة
للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة للبدء في حوار مبني على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتخفيف حدة التوتر في الخليج والحفاظ على سلامة وأمن وحرية الملاحة البحرية من أي تهديدات، وبما يساهم في إرساء علاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، وبما يعكس التطلعات المستقبلية لجميع دول المنطقة في حياة يسودها الأمن والاستقرار، وبما يحقق الرخاء والتنمية لشعوبها. ومن القضايا الشائكة ذات الطابع الإقليمي، فلقد شكل تآكل نظام نزع السلاح النووي تحدياً ذو طابع وجودي لأمن واستقرار المنطقة، ونتطلع في هذا الصدد إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإنجاح مقاصد المؤتمر المعني بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، والذي ستترأس دولة الكويت دورته الثانية والمقرر عقدها في شهر نوفمبر القادم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. سيد الرئيس، عند استمرار جائحة كورونا وإمعانها في سلب المنجزات التي حققتها الدول للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، قد أظهرت مدى التشابك والترابط بين الأبعاد المختلفة للاستدامة، بحيث لم تكن قضية تغير المناخ والنظم الإيكولوجية المرتبطة بها بمنأى عن موجات التأثر العالمية. وفي هذا الصدد نتطلع في أن تفضي نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي والمقرر عقده في مدينة جلاسكو في شهر نوفمبر القادم في إيجاد مراجعة بناءة تكفل قياس التقدم المحرز وإيضاح أوجه القصور، استناداً لمبدأ المسؤولية المشتركة والأخذ بعين الاعتبار تباين المسؤوليات والأعباء، وبما يحقق المساهمة في وقف التدهور البيئي والذي زاد من حدته الارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة وزيادة شدة العواصف والفيضانات وتقلص المسطحات الخضراء جراء تكرار ظاهرة حرائق الغابات في عدد من دول العالم والتي سيكون لها تداعيات بيئية وخيمة. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أجدد تمسكنا بالنظام الدولي المتعدد الأطراف وبمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفل تطوير وتعزيز الحوكمة الدولية لضمان تحقيق رسالتها السامية في حفظ السلم والأمن الدوليين وخدمة البشرية جمعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the State of Kuwait for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency.